لم نصل الحمد لله إلى هذا الوضع، ولكن لابد من أن نفكر في جملة من الإجراءات تحسباً لوقوع مثل هذه الأوضاع، ليتأكد التونسيون كما أننا سنتصدى لكل أنواع الجراثيم أو الفيروسات، سنتصدى أيضاً بنفس القوة إلى هذه الجراثيم وإلى هذه الفيروسات مهما كان. ومن بين هذه الإجراءات التي يقتضي هذا الظرف اتخاذها حظر الجولات، وقد تم إصدار الأمر اليوم إلى قواتنا المسلحة العسكرية وإلى قوات الأمن الداخلي بالقيام بدوريات مشتركة في كامل تراب الجمهورية. أنتم أيها المواطنون وأيتها المواطنات الذين بإمكانكم في النهاية أن تتصدوا لهذا الخطر الداهم، فلتتفهموا مثل هذا الإجراء. الحجر الصحي خارجه بطبيعة الحال فترة حظر الجولان يقتضي أن يلازم أكثر السكان بيوتهم، فلا يغادرون بيوتهم إلا في حالات الضرورة القصوى. من بين الإجراءات الأخرى التي تم الاتفاق حولها هو منع التنقل من مدينة إلى أخرى إلا في الحالات الضرورية، لتطمئن أيضا أن الدولة بكل أجهزتها ستؤمن المرافق الحياتية الضرورية من أمن وصحة وغذاء. وليس كثيرا على من يستطيعون التبرع بنصف رواتبهم أو أكثر، وسأكون أولهم حتى نضمن للجميع مواجهة هذه الظروف القاهرة الطارئة بما يحفظ حياتهم ويحفظ كرامتهم. اجتمع اليوم في إطار مجلس الأمن القومي للنظر فيما تم اتخاذه من إجراءات، ولكن للنظر خاصة في النقائص الحاصلة. أنا أقول لكل الناس أقعدوا في دار، طيب أقعد في دار ولكن باش بشي يعيش؟ اللي عنده ولد صغير، يعني ما عندوش عشاء، واللي ما عندوش كيفاش باش يقعد في الدار؟ لابد من مراجعة طرق العمل، لابد من اتخاذ الإجراءات الكفيلة بإيصال المعونة والحاجات الحياة الأساسية لكل الناس، حتى نجعل الحياة مقبولة للناس جميعا. أن التضامن لا يجب أن يكون شعارا، بل يجب أن يكون ممارسة فعلية في كل آن وفي كل حين.
ومن حق الدولة التونسية على الصعيد الدولي أن تطالب المؤسسات المالية الدولية بتفهم هذه الأوضاع التي تعيشها تونس، بل تعيشها الإنسانية جمعاء. وكنت طلبت يوم أمس من السيد وزير الخارجية لتوجيه كتابا إلى السيد الأمين العام للأمم المتحدة حتى يتم اتخاذ جملة من القرارات على الصعيد العالمي، على أن تكون هناك مقاربة عالمية في إطار المنظمات الدولية، وخاصة في إطار منظمة الأمم المتحدة للتدخل. الحل هو بيد التونسيين بوعيهم، بانضباطهم، بتنفيذهم للتعليمات. لابد هنا من التوجه بالشكر الجزيل للإطار الطبي وشبه الطبي ولكل الإداريين الذين يبذلون مجهودات غير مسبوقة. أتوجه أيضاً إلى قواتنا المسلحة العسكرية، وتوجه أيضاً بالشكر الجزيل لكل القوات الأمنية، قوات الأمن الداخلي، ولكل الأسلاك النشيطة على هذا الجهد الكبير الذي يقومون به. لنطمئن الشعب التونسي أننا معه، وأننا سنبذل قصارى جهدنا بكل إمكانياتنا لنستجيب لمطالبه.